في البداية بس عايز أشكر حضرتك إنك يعني تحت لنا فرصة هذا اللقاء الذي نسعى إليه منذ فترة طويلة. هبدأ من محاور عديدة أنا اتكلمت فيها في المقدمة لو سمحت لي حضرتك، لكن لفترة طويلة حينما كانت توضع كلمة سد النهضة يصاحبها دائما القلق الشديد لدينا كمصريين، لدرجة أننا مجرد أن نسمع هذه الكلمة تبدأ المخاوف وتبدأ السيناريوهات السيئة في الوصول إلى أذهاننا. هل نحن مخطئون أم أننا خائفون أكثر من اللازم أم أن لدينا تحدي حقيقي؟ لا، في الحقيقة مفيش خطأ، إحنا لازم نقلق. نقلق ليه؟ لأن إحنا 95% من بلادنا صحراء، عايشين إحنا على 5% بس، 97% من مواردنا المائية سواء مياه جوفية أو مياه سطحية اللي هي مياه النيل بيجي من خارج الحدود. مصر أكتر بلد جفاف في العالم، فلازم نقلق، بس في قلق مرضي وقلق صحي. إحنا قلقنا لازم يبقى قلق صحي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا أبقى عارف المشكلة، محدد أبعادها، عارف أنا هعمل إيه النهاردة وكمان 10 سنين وكمان 50 سنة وكمان 100 سنة. خليني أدخل مع حضرتك من بعض التساؤلات اللي بتدور في أذهاننا. من 2011 إلى 2017 ما يقرب من 6 سنوات كاملة، يشعر المواطن المصري أنه لا جديد قد استطاعت مصر أن تحرزه في هذا الملف، وربما يعتقد البعض أن إثيوبيا نجحت في فرض سيناريو الأمر الواقع وتطبيق نهج المراوغة الشديدة. طب خليني أرجع قبل 2011. قبل 2011 مصر في إطار مبادرة حوض النيل وفي إطار مبادرة أو التعاون بين دول النيل الشرقي اللي هي مصر والسودان وإثيوبيا، بعتت جواب في 2008 للبنك الدولي بتطلب منه تمويل أول دراسات جدوى ومستندات طرح لأول سد متعدد الأغراض على النيل الأزرق. والدراسات كانت ماشية لحد 2011، لحد لما إثيوبيا أعلنت عن سد غير السد اللي احنا كنا بندرسه. وبالرغم من كده رئيس الوزراء السابق عصام شرف أو الأسبق سافر إثيوبيا، صحيح، واتفق مع رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميلي الزيناوي إن هم يعملوا لجنة دولية، لأن مصر في الوقت ده كانت بتقول إن الدراسات غير مكتملة، وإثيوبيا كانت بتقول لا، هم عملوا دراسات كافية عن السد. فاتفقوا ان تتعمل لجنه دوليه، ورئيس الوزراء الاثيوبي قال ساعتها ان الدراسات عندنا كامله واحنا واثقين في نفسنا، واتعملت اللجنه الدوليه على اساس تراجع الدراسات. برضه رئيس الوزراء الاثيوبي ميلي الزيناوي جه في مصر ووقف على ما اتذكر يعني في ميدان التحرير وقال للناس ما تقلقوش، انتوا الميه بتاعتكم مش هتقل كوبايه. في الوقت دوت اللجنه الدوليه اتعملت من 2011 وأنهت أعمالها في 2013 وخلصت إن في دراسات ناقصة وفي تعديلات في تصميم السد، وحصل فعلا تعديلات في تصميم السد نتيجة أعمال اللجنة الدولية، وفي دراستين ناقصين كمان اتحددوا اللي هي تأثيرات السد على دول مصب بالظبط، وتأثيرات السد على التأثير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على دول مصب، وأسلوب ملء وتشغيل وإدارة السد بالتناغم مع السدود التانية. منذ ذلك الحين ابتدت المفاوضات على الشروط المرجعية، وعلى هنختار أنهي استشاري ونجيبه منين ومواصفاته إيه والفريق العمل اللي هيشتغل. انتهت في 2016 إن احنا وقعنا العقد بتاع الشركة الفرنسية أو شركتين فرنسويتين
اللي هم هيعملوا الدراسة. كان من ضمن الحاجات اللي هي هتتقدم اللي هو أسلوب عمل الشركة، إزاي هتنفذ الدراسة بما يعكس شروط المرجعية. الشركة قدمت التقرير اللي هم بنقول عليه التقرير الاستهلالي. التقرير الاستهلالي عكس فهم الشركة للعقد ولشروط المرجعية. قعدنا حوالي 7 شهور ما وصلناش لنتيجة ان احنا نعتمد التقرير الاستشاري. مصر عشان تسهل، بالرغم ان احنا لينا بعض الملاحظات على التقرير، يعني هو ما بيرضيناش 100%، يعني في ملاحظات عليه كتير، بس عشان احنا ما نستهلكش وقت اكتر قلنا احنا نقبل التقرير الاستشاري الاستهلالي بس ببعض التوضيحات يجي يوضحها الاستشاري. على العكس تماما اثيوبيا والسودان قالوا لا، احنا لينا تعديلات على التقرير الاستهلالي وعلى العقد ولازم يجي الاستشاري علشان يناقش الكلام ده. الثلاث دول اتفقت قالوا علشان الاستشاري ما يتأثرش بأي دولة لازم نتفق على الملاحظات مجمعة ونبعتها كايه كمجموعة واحدة، لما لو جبنا الاستشاري وناقشناه يبقى هيتأثر برأي دولة عن دولة وبالتالي هيحيد عن الشروط المرجعية. فالثلاث دول اتفقت ومضت ان احنا هيبقى الملاحظة هنرسلها جماعية. جينا في التقرير الاستهلالي قالوا لا، في اخر اجتماع قالوا لا احنا نجيب الاستشاري نناقشه. معنى ان انا اجيب الاستشاري وناقشه يبقى انا باثر على حيادية الاستشاري وبخليه يحيد عن عمل الدراسة. كان في طبعا احنا اعتبرناها تغييرات جوهرية، يعني مثلا لو قلنا اللي هي الحالة المرجعية، الحالة المرجعية ايه؟ الشروط العقد بتقول ان انا ادرس الوضع بتاع النيل قبل انشاء السد واعمل له محاكاة بالبيانات بتاعت المئة سنة واكتر اللي فاتت، وبعد ما انشئ السد واشوف تأثيره واطرح الاثنين من بعض اشوف التأثير، يعني قبل وبعد. السودان واثيوبيا قالوا لا احنا عايزين نعمل كذا حالة مرجعية، ده بيتنافى مع العقد. يعني ايه معالي الوزير كم حاجة مرجعية؟ حالة مرجعية قبل وبعد ما فيهاش يعني. لا هم قالوا لا احنا نعمل حالة مرجعية وهو السد مش موجود، نعمل حالة مرجعية تانية وهو السد موجود، ونعمل حالة مرجعية ثالثة اثناء الفيضان، ونعمل حالة مرجعية اثناء الجفاف، وانتوا لو عايزين نعمل يعني هنخش كده في ايه في 100 حالة مرجعية، طب انا هقارن ايه بايه؟ مفيش حاجة اقارن بيها. فده خروج عن العقد، دي اول حاجة. تاني حاجة خروج عن الاصول اللي احنا ابتدينا بيها من قبل، يعني الدراسات اللي عملتها اثيوبيا عن السد عامله حاله مرجعيه واحده. الدراسات بتاعه اللجنه الدوليه عشان يشوفوا الدراسات بتاعه اثيوبيا عملوا حاله مرجعيه واحده، يبقى انا ليه احيد عن اللي هي الكونسيستنسي بتاعه او التناغم بتاع ليه احيد عن القواعد اللي احنا. ماذا تهدف اثيوبيا من ذلك؟ لا هو كل دوله ليها الاجنده بتاعتها. اثيوبيا طبعا كل الناس في العالم عارفه ان السد ليه تاثيرات على مصر، كل الدراسات في العالم بتقول ان ليه تاثيرات على مصر. اثيوبيا يهمها ان هي تبان ان مفيش تاثيرات. هل ده برضو يعني من استراتيجيه مد الوقت؟ ما مزيد من الخلافات، مزيد من ده جزء إطالة عشان كده احنا قلنا المفاوضات في الوقت اللي السد فيه واعماله بتتم على الارض. فلما يعني اتعمل طبعا اجتماعين وزاريين، الاجتماع الوزاري برضو انا عايز اقول ان احنا قعدنا طالبنا بيه لمده 5 شهور لان اللجان الفنيه كانت بتوصل لطريق مسدود. لما طالبنا من 5 شهور كان بيجي الرد من السودان واثيوبيا لا احنا مش محتاجين اجتماع وزاري، احنا دي خدت 5 شهور عشان نعمل الاجتماع الوزاري الاولاني. اتعمل الاجتماع الوزاري الاولاني في اثيوبيا، الاجتماع الوزاري الاولاني اتناقش الثلاث وزراء في بعض النقاط، وصلنا انا كنت راجع من اثيوبيا على فكره متفائل. وكان يعني داخليا حتى مع الفريق بتاعنا بتاع التفاوض انا اختلفت معاه علشان نمشي الدنيا. لما جينا في الاجتماع بتاع القاهرة طلع الفريق بتاع التفاوض بتاعي هو اللي صح وانا اللي كنت غلطان، لان هم رجعوا بكلام غير الكلام اللي احنا ناقشناه هناك. ان احنا عايزين نعمل اكتر من حالة مرجعية في مثلا المبادئ، اعلان المبادئ اللي هو وقع بين الرؤساء الثلاث رؤساء بتاع الثلاث دول بيحدد بالظبط. هتكلم عن اعلان المبادئ، ما انا بس عايز ارجع اربطه بالجزئية بتاعت الدراسة. يعني اعلان المبادئ بيقول ايه؟ ان احنا نخلص الدراسات، بعد كده في مهله 6 شهور نناقش ان احنا نحول النتيجه بتاعه الدراسات دي لاتفاقيه ونشوف ازاي هنملى السد. جينا في الاجتماع الاخراني قالوا لا احنا عايزين نحط الحاله بتاعه ملء السد نديلها اولويه في الدراسه، هو سيناريو من سيناريوهات الدراسه، فسموها مش سيناريو، عايزين يسموها اتفاقيه الملء.
بالنسبه لنا ده طبعا خروج عن الشروط المرجعيه واللي احنا اتفقنا دي ببساطه خالص. فلقينا من الواجب ان احنا لازم نعلن دوت للراي العام في مصر، لان من حقه ان هو يعرف ايه اللي بيحصل بشفافيه كامله. طيب ده اللي دفع حضرتك لعنوان رئيسي تصدر تعثر المفاوضات، تعثرت في في في, في صدر. ولكن حضرتك يمكن امبارح او اول امبارح قلت ان الحل هو التفاوض، فالحقيقه التفاوض ولا تعثر المفاوضات انهي فيهم؟ احنا لا هو لا هو ببساطه هو اعلان المبادئ بيحدد مراحل. يعني اعلان المبادئ بيقول لو الفنانين اختلفوا الوزراء بتوع المايه بيقعدوا مع بعض، لو الوزراء اختلفوا ما اتفقوش بنطلع لمستوى اعلى. ودي هي النتيجه اللي احنا اتفقنا عليها في اخر الاجتماع، ان هي في الختام خالص بتاع الجلسه احنا الوزير الاسيوبي قال انا جاي مفاوض من رئيس الوزراء، بس التفويض اللي معاه الكلام اللي عرضه بالنسبه لنا مضر بينا، ما بيحققش اللي احنا عايزينه. فبالنسبه لنا ما كانش فيه وجهه نظر ان احنا نوصل لنتيجه برضه. يعني لسه هناك مستوى سياسي اخر يتعلق برئيس الوزراء، يتعلق ايضا بالقياده السياسيه. وده يمكن تكون زياره رئيس الوزراء الاثيوبي في ديسمبر الحالي يمكن ان تكون محور من هذه المحاور. وارد طبعا، هي الزياره محدده يعني محدده من فتره، فوارد ان انا مش عارف الجدول بتاع الزياره بجدول الاعمال بتاع الزياره ايه، وبرده مش عارف مدى تاكيد الزياره من عدمه، بس وارد ان هي تصار خلال الزياره دي. طيب في ظل حاله التعثر الواضحه وفي ظل حاله يعني اذا سمحت لي المراوغه على مدى الفتره الماضيه واطاله امد التفاوض، وفي نفس الوقت على الارض الواقع المشروع يمضي قدما وبسرعته المحدده، البعض يرى اذا لماذا يتمسك الوزير بفكره ان التفاوض هو الحل؟ بصي هي ببساطه خالص احنا يعني في شريان بيننا وفي شعوب يعني مش هتتفصل عن بعضيها لحد قيام الساعه، فمش من مصلحتنا ولا مصلحتهم ان يبقى في علاقات سيئه. طبعا من مصلحتنا ومصلحتهم ان هو يبقى في تفاوض، يبقى في نتيجه وتفاهم لرغبات كده. فعشان كده هي من حقهم التنميه، لكن من حقنا امننا المائي. بالظبط. بالنسبه لنا لازم أن تبقى واضحه خالص ان احنا ما عندناش اي مصدر تاني غير النيل. يعني احنا لو قارنا مصر ببقيه دول حوض النيل، مصر ما عندهاش، البلد الوحيدة في دول حوض النيل اللي ما عندهاش مية مطر. مصر البلد الوحيدة في دول حوض النيل اللي 95% من أراضيها صحراء. مصر البلد الوحيدة في دول حوض النيل اللي هي بتعيد استخدام المية أكتر من مرة عشان تعوض العجز في الموارد المائية. مصر منفتحة على دول حوض النيل، احنا بنينا سدود في دول حوض النيل. فبالنسبة لنا يمكن حتى في مداخلة مع حضرتك قبل كده قلت احنا ما عندناش حساسية ضد السدود. انما الحساسية تنشأ لما احنا ما نتفقش على اسلوب ملء وتشغيل واداره السدود دي. بالنسبه لنا هتبقى مشكله، وهتبقى مش مشكله لينا بس، تبقى مشكله للجميع، لان هي لما يحصل توتر التوتر ده يعني بيسمع في كل حته. صح. فمن مصلحه الجميع ان هو يبقى في اتفاق. ايوه فندم، بس خليني اقول لحضرتك حاجه، يعني في المراحل الاولى من هذه الازمه كنت حضرتك بتدخل ومع حضرتك الوزير السوداني ولديكم ارضيه مشتركه معا باعتباركم دولتي المصب. الان تجلس وحيدا في مقعدك في التفاوض بوجهة نظر مختلفة، انضمت السودان إلى إثيوبيا. ماشي، هي دي جزء يخص السودان. إنما أنا اللي يهمني ما يخصنا، إحنا مصر بلد كبيرة فيها 100 مليون، ال 100 مليون دولت يعني مسؤولية كبيرة على أي مسؤول في مصر، إن هو يبقى تأمينهم في كل حاجة وتأمين احتياجاتهم المائية دي مسؤولية، وال 100 مليون دولت بالنسبة لنا أمانة وربنا استأمننا عليها. لازم مهما كان لو أنا لوحدي، لا مصر قادرة أن هي برضو يعني نعرض وجهة نظرنا وتخوفاتنا لازم يترد عليها وتدرس وتحقق. طيب دائما ما تأتي الرسائل رغم الوضع المعقد المرتبط بهذا التفاوض، لكن تبدو الرسائل دائما اطمئن يعني الرأي العام لأنه قلق وبشدة، لكن يعني زي ما سيدنا إبراهيم قال، سيدنا إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. على أي أساس يطمئن قلب المصريين أن هذا المشروع لم يصل بنا بعد إلى يعني حد الخطر الشديد؟ هقول ببساطة خالص، إحنا بنتكلم على أسلوب ملء وتشغيل وإدارة السد. على فكرة السدود بتتملي وتتفرغ يعني أكتر من مرة في عمرها، يعني السد العالي اتملى واتفرغ مثلا في سنة 87، يعني من 79 ل 87 كان في جفاف
والسد العالي فضي. ده وارد. فهي في مراحل الملء والتشغيل مش الملء الاولي بس، لا ده في هيتملي ويتفرغ. طب هندير ازاي وقت الجفاف؟ هندير ازاي وقت الفيضان؟ هنفترض جدلا ها ان انا ما وصلتش الاتفاق دلوقتي والسد اتبنى ماشي وكمان ابتدوا يملوا فيه، هو لم يبدا حتى الان لا ما فيش ملء للسد حتى الان. يعني المخطط امتى وفقا للجدول اللي محتمل بنسبه معقوله السنه الجايه خلال 2018. هنفترض جدلا ان هم ابتدوا يملوا، احنا في علاقه طويله، يعني السد ده هيبقى عمره على الاقل 200 سنه. لازم نوصل لاتفاق، والا عدم الوصول لاتفاق هتبقى نتيجته مش كويسه على الجميع، مش على مصر بس. ليه؟ احنا لو بصينا كده، لماذا لا تفكر السودان بنفس المنطق وهي معنا كدوله مصر؟ السودان عندهم شايفين ان منافع السد ليهم، يعني هو حتى كان الرئيس الجانب السوداني في تصريحات احد اللقاءات الاعلاميه قال سودان فيرست. واحنا بالنسبه لنا مصر برضو، يعني مصر هي برضو بالنسبه لنا نمره واحد. كل دوله بتدور على مصالحها طبعا، وكل دوله عندها الحريه في في في, في يعني في في الحفاظ في الحفاظ على مصالحها. الاسلوب التعاوني هو اقصر طريق للحفاظ على مصالح الجميع. تبدو التصريحات القادمة من إثيوبيا في كثير من الأحيان لا تراعي هذا المفهوم اللي احنا بنتحرك به كمصريين. يعني بسمع تصريحات طول الوقت لنظير حضرتك الإثيوبي يتحدث عن سنمضي قدما، لن يعوقنا شيء، لن نلتزم باتفاقيات لم نكن طرفا فيها، مصر يعني وكأن التعبير تتلكأ فيه وتضع بعض المعوقات الغير صحيحة، عرضنا عليهم وطرحنا على، يعني هذه اللغة التي تبدو دائما تحاول أن تحملنا مسؤولية مسؤوليات مآلة إليه المشروع. هو إحنا الدولة التي يقع عليها الضرر أكثر الدول التي يقع عليها الضرر هي مصر. فعلى الطرف الآخر أن يثبت حسن نواياه وأن هو لن يكون هذا الضرر ضرر جسيم. هو على فكرة في كل الأحوال في ضرر، عشان نبقى الرأي العام واضح. إحنا اللي إحنا بنشتغل عليه إزاي نقلل الضرر دوت، بحيث أن هم يحصل عندهم تنمية ويولدوا كهرباء وإحنا لا تتأثر حياة المصريين، وده اللي احنا شغالين عليه والدولة المصرية شغالة عليه.